تحية حب وسلام على كل متابعي ومشاهدي قناة سامرة الفضائية، وأكيد اليوم حلقة جديدة من برنامج يرهم كلش. طبعا اليوم طلعنا من أجواء المولات، لكن اليوم راح ندخل إلى مطاعم متنزهات، حتى بالشارع العراقي راح ننزل اليوم وراح نشوف العالم ويشاركونا برنامج يرهم كلش. هدانا مقدمة من شركة بيزلاين، وأكيد اليوم الأزياء ماتي مقدمة من أزياء الأفندي مجاور مول المنصور وماكسيمول. طبعا الازياء كلش حلوه وتشوفوها اليوم كلش حلوه. اللي حشكنا فيها التصوير المصور صهيب مؤيد، والمصور عمر تقي، ومساعد المصور علي القصاب، وانا وياكم بالتقديم خطاب القصاب. راح نتجول اليوم بمطاعم بغداد، واكيد المطاعم الموجوده اليوم في بغداد كلش حلوه. راح نشوف المطعم واللي حيشاركونا ويانا، وما حد حيخسر، الكل راح تفوز. شو تقول صايب؟ مو ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، بدينا وياكم باول فقره من برنامج يرهم كلش، وهي فقره دار ودور. طبعا اليوم راح نشارك يشاركون العفو العوائل ويانا، لكن هم دياكلون فنخليهم على طبيعتهم مثل ما هم موجودين. نقول لكم السلام عليكم. وعلي السلام. شلون الصحه؟ الحمد لله. شلونك شمه؟ الله يحفظك ويخليك ابويا. عفيها المقبلات. بيك. بدل اللحوم هذه. نسوي الرجيم؟ طبعا احنا الكبار لعشنهم ما تفيد السمنه. صدق؟ والله. يعني الحاج ما يضرب ثريد البيت؟ لا. ابد. ابد لا. لا باميه، لا تشرب لحم. لا ابد، احنا اللحم ما نتعامل وياه. لا شنو الدجاج؟ الدجاج والسمك. والسمك. اي. زين والهديه؟ هاي هديه. ما ترجع. ما ترجع. ما يصير. حياك الله. ومن حضرتك؟ احنا نستاهل وانتو كرماء. انت على راسي اخي. يسلم. وهاي يحفظك الله. يحفظك الله. تبوس الكعبه ان شاء الله. ان شاء الله فدوى عمرك. فدوى الله يسلمك. حياك الله. شلونك اختي؟ الله يسلمك. من حضرتك؟ ام مصطفى. حج ارجع لكم. انت رشيد قاعد تاكل هسه تكمل وارجع لك. اها ماشي. نبدي وياكم فقره دار ودور. فقره دار ودور هي بيها اعراب وبيها رياضيات. اذا جاوبتوا انتوا نعطيكم الهديه، واذا ما جاوبتوا والله بيها ابتدائيه. شلونش بالاعراب؟ الحمد لله. بالرياضيات؟ هو الياه هو السلم من الرياضيات ونجح. اي مو خصوصا هسه هاي المناهج. شلونش بالعربي والرياضيات؟ هاي قبل كم سنه بقول لي من تركت المدرسه. اوه صار لي 50 سنه. تمام. نبدي بالسؤال الاول. عربي لي كلمة لا إله إلا الله. لا أداة نفي. تمام. لا إله إلا الله. إله اسم الجلالة. يعني تعتبر لا إله إلا الله. لا هو دقيقة. الله اسم الجلالة لو لا. عربي لي إياها من البداية إنها لا إله إلا الله. هاي مو ابتدائي، هاي وصار خامس وسادس. للرابع وجوه. للرابع وجوه. لا لا احول على الحجية؟ لا حتى الحجية ما تقدر. حجية؟ حجية صار لها 50 سنة تارك المدرسة. شلون شغلة؟ طبعا. ايه هنا يعني لا اله اي مو هي لا اداة نفي تعتبر يعني تعتبرها ضمير محرفة مبتدأ اسم النافي. ها؟ لا اسم النافي. اي لا اداة نفي. ايه اسم المعرفة يعني محرفة مبتدأ تعتبر تكون مبتدأ وخبر؟ ايه ها؟ مبتدأ وخبر؟ اكو شي موضوع؟ بس هي اكو بس ما بيها. اي مو هاي بعد نسيتها هاي. هسه بدينا يا دوب الضمائر. اعطينا الضمائر. جوه الفعلية مي خالي. راح اعطيكم رياضيات. اوكي. شو تقولين الحجية؟ واذا ما جاوبت راح احول. راح احول هناك. زين السؤال رياضيات. 300 زائدا 166 ناقص 100 تقسيم 2. لا تطلعي لا تليفون ولا حاسبه ولا اي شيء. 300 زائدا 166 ناقص 100 تقسيم 2. 266. راح نجيك بصدق غششهم. ها شيء ناقص شنو؟ تقسيم 2. 366 نص ال 366 النتيجة. لا
نوصل ركزي وياي 300 زائدا 166 ايش قد صارت 466 راحت 100 ناقص 100 ناقص 100 366 تقسيم 2 تقسيم 2 163 133 233 233 راح اعطيكم مجال تفكرون بس بدون تليفونات راح احول صاحب تعال وياي خل احول طبعا راح نشوف هسه الحجي والويا الست اللي راح يجاوبونا على اسئلتنا اها هسه هنا أنا. السلام عليكم حجي حبيبي شلونك مية طلع شو اخبارك يحفظك ابونا حضرتك الله يخليك ابو قصي ابو قصي ابونا حضرتك ام لجين ام لجين الله يحفظها لك ويحفظك ان شاء الله طولت العمر عليكم لا اله الا الله اعرب لي اياه والله بالعربي ما مهجد عربي لي اياه لا لا اكد زين 300 زائدا 166 ناقص 100 تقسيم 2 ايش قد عندي وقت 300 زائدا 166 ناقص 100 تقسيم 2 183 183 ما ليش دخل الوالد والدك ما ليش دخل بالوالد لا هي يعني طرحنا 100 صارت سوري هي ايش قد قلت 300 زائدا 100 صارت جواب شنو هي 183 لا 183 183 حلو شنو جوابك 183 حلو شنو جوابك صح 180 صح شنو جواب 416 اوكي طلعوا الحاسبات يلا راح نطلع الحاسبات هسه قلت 416 و100 وش قد 83 يلا طلع الحاسب طلع الحاسب اتهم يلا زين الحاسبه ولا الحاسبه يلا بسرعه 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 يلا 300 زائد 166 ناقص 100 تقسيم 2 ايش قد تستاهلين الهديه مبروك عليك وهاي الهديه مقدمه من شركه بيزلاين تفضلي حياك الله مبروك عليكم وتستاهلون حياكم الله والف عافيه وتهنوا بعشاكم حياكم الله الف عافيه مكم شنو الاعراب اعطيتشها بعدين مشاهدينا الكرام ننتقل لكم الى ثاني فقره من برنامج يرهم كلش وهي فقره مو هو وهو هو وهي لا غيرناها اليوم الغاز وحلول ابقوا وياي شغل بالسوق مريت اشوفك كمل الاغنيه ما حافظها السلام عليكم احنا سنين اي وش فعل اشوفك حافظ الاغنيه راح ارجع لك تغنيها اول شيء السلام عليكم شلون الصحه عساكم بخير مرتاحين ان شاء الله زين اول شيء بعد الاكل ما نازلكم مقبلات طيبه لو لا اكيد صباح العرب يقولون مو طيبه طيب المقبلات بالعافية عليكم وعاشت ايد كل اللي سواها هنا داخل المطعم تمام الفقرة اسمها الغاز وحلول مو ورطنا بيها عمر وعمر السؤال الاول نبدي بيكم بعدين نرجع هناك ما هو الشيء الذي يكسو الناس وهو بدون ملابس ما هو الشيء الذي يكسو الناس وهو بدون ملابس شنو الستر لا بعدني عن هالسوالف هو في الشيء ركزوا بعد لغز يلا يكسو الناس بدون ملابس زين شنو يعني يكسو شنو يغطي غير
يعني اي ها يعني شلون الابره مثلا ما اعرف يعني يدخل الجسم بس بدون ملابس اوكي تمام حلو ايش شنو الابره شو تقولي انت انا اقول ما ادري الابره بس ما اعرف انت قلت الابره اي الابره انت مالك دخل بجوابه يا ست اجوز جوابه غلط لا وهي تقريبا يعني تقريبا اي لا حورتك بالاغنيه لا 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 والله حورتك بدون اي الابره حلو احنا نعطيكم سؤال ثاني ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه الباب المفتوح شنو هو الباب المرسوم الباب بالرسم يعني شلون يعني يعني ما يقدر مرسوم باب بس ما ينفتح اي جواب نهائي حلو انت شو تقول انا مثلها ترى ماكو هيجي الباب المرسوم نقول باب مرسوم حلو نحول نحول خلينا نشوف هنا أنا. السلام عليكم شلون الصحة مرحبا ستنا هلا وعين شلون الصحة الحمد لله من حضرتك تهاني تهاني ايه اسمك يا بطل بدر بدر اضحكي ها شو اسمك مياد ياسر تهاني ياسر تمام السؤال نفسه ما هو الشيء الذي يكسو الناس وهو بدون ملابس يكسو الناس وهو بدون ملابس الإبرة بدر اي الإبرة زين ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه المفتوح شنو هو المفتوح؟ الباب المفتوح الباب المفتوح ما ادري حق باب الرسم؟ باب الرسم؟ بس اسأل السؤال انت واللي قالت باب الرسم ام منو؟ ام بدر وين اكو في الشيء اسمه باب؟ ام شخبط باب مرسوم؟ زين اريد الاغنية مالي شغل بالسوق اريد الاغنيه شغلوا لي اياها مالي شغل بالسوق ايه شغلوا لي اياها زين هسه انتوا قلتوا لي الباب المفتوح هو صحيح والابره هو صحيح تمام إيه بس هم جاوبوا ترى مو انتوا باب ايه تجاوبت ايه لك الصابونه يلا ما يخالف الاغنيه بسرعه بسرعة يلا راح تغني ويا الأغنية ماشي شون شون أروع على شوفك إيش قد عندي حيل شو قامت تزيد ما تنقص يلا راح نبدي ترى ما يصير هيجي يلا الأغنية إلما مالي شغل بالسوق من يغنيها الأغنية أول واحد ثاني واحد اوكي بس اطلع ألف واحد حسين نعمة ايش تشتغل؟ موظف وين؟ وزارة النفط حبيب قلبي يعني انتو وزارة النفط عندكم البوري من الوزارة للبيت قبل الشتاء كله مرتاحين بيه انتو وينك لا والله لا يعني هسه قول شو تريد هسه من اللي غني هالاغنية؟ حافظها؟ مقطع يعني هو بس هذا ماكو مقطع من اللي حافظ هالاغنية من عندكم؟ الهام المدفعي الهام المدفعي تمام الهام المدفعي حافظت هالاغنية؟ مقطع من عندها انت ورجلش رجلش مو؟ تمام ها هو يغنيها حلو؟ غير وياكم غير وياكم ويا من؟ يعني غير ويا الدقوها ما ادري الاغنية وينها؟ شو يسوي لها؟ داونلود يسحب شنو؟ يلا غني غنيها الاغنية غروي لا لا غنيها غنيها يلا يا مالي شغل بالسوق مريت اشوفه عطشان حفنة سنين ورا على شوفك عطشان حفنة سنين واروى
على شوفك. الله، اريد اسمع مقطع من بدر، مقطع من بدر على كيفك ام بدر. يلا مقطع، مقطع صغير. يلا انتوا يا سوا، يلا يلا يلا. انا صوتي يلا انا غنى نفس المقطع عادي. يلا يلا يا انت. يلا 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 ابو بدر. مالي شغل بالسوق، مريت اشوفك عطشان حفنة سنين، واروع على شوفك. تستاهلون هاي الهدية، هاي الهدية مقدمة من شركة بيز لاين. تفضلوا، هاي الهدية مو لك، الهم. ايه انا احطها هنا وانا بالنص حتى اعوفكم والنزل. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى ثالث فقرة من برنامج يرهم كلش، وهي فقرة الجواب قبل السؤال. بعدنا مستمرين وبعدنا نتجول ويا عوائلنا، وراح يشاركون البرنامج يرهم كلش. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، هسه التقينا بشباب، حتى اللي يقولون برنامج يرهم كلش بس شنو؟ بس بنات. لا، اليوم شباب وعوائل، الكل راح يشارك. طلعنا من جو المولات، كسرنا شويه المود مو شباب. الفقره اسمها الجواب قبل السؤال، يعني شنو؟ كسرت المواعين، انا اعطيكم جواب، ايش تعطوني؟ ها سؤال يا اخي، تشبيك يا اخي. ايه بس قل لي شنو، ما جابي لك اكل؟ لا يابا ما لك اكل. طلبتك؟ طلبنا والله. بعد مو طلبنا، انت ايش طلب؟ بعدنا والله. ان شاء الله قوزي والله. حسب حسب. شو وقت اسمين؟ قطري ما اسمين. ماشي، ركزوا وياي. الجواب هو سبع فقرات، وطول الفقرة حوالي 22 سنتيمتر الى 5. شنو هي؟ اعيده. الجواب هو سبع فقرات، وطول الفقرة حوالي 22 سنتيمتر الى 5. ما حجم؟ ما حجم؟ حجم فقرات. ما حجم شنو؟ فقرات. يا فقرات ما اعرف. هو هذا مو بي 22 فقرة، عبرهن فقرات الصدرية، ال ما اعرف. تعرف؟ لا. راح يلا عمي، هو حيوان بسطتها لكم. ها ما اعرف. ما عدد عدد وحجم الفقرات؟ اي يا فقره. قطنيه. قطنيه. طيب ايش يضرب نفسي؟ طين طين يلا انا اضربك بيها، ارجعك بيها. ها ما اعرف. ما تعرف؟ لا. ها والله ما اعرف. والله بس قم لي اوقف لي. لا ارجع اقعد. ها صديقي. الو عيني دي غششوك؟ لا لا نغير السؤال. زواحف. هو يزحف. هو شنو؟ هو يزحف. وين يزحف؟ وين يزحف يعني؟ وين وين؟ قل لي. لا قل لي، انت قصفته. وين يزحف؟ وين يزحف؟ انت قل لي يعني وين يسحب؟ آه مال كيفك؟ شو تسوي له؟ وين؟ لا ما هاي الوين نحرجه. لا لا عادي قول. لا لا انت قص فقير. ايش احكي شو يسوي هو؟ لا والله عمي فقير. منو فقير؟ ابراهيم. شو تقول انت؟ لا فقير. منو الفقير؟ هناسم. والله كأنك انت مو الفقير. سؤال ثاني. اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن هذا جواب. اسحاق نيوتن. يلا مو تصفه، لا ما راح تعرفه، لا تتعب لنفسك. لو طلع لك هسه الجوجل ما راح تعرفه. جواباتك صعبه. جواباتي
لا هو انت اعطيك جواب، اعطيني سؤال. سؤال هو قال لك جوابك صعب، شلون جوابي صعب؟ اقول لك هذا جواب تقول لي جواب، هو اعطيني سؤال. ما اعرف. من اكتشف الوان؟ من اكتشف الوان؟ كمل كمل. الوان شيء ثاني غير تكمله. من اكتشف الوان؟ تمزي نقرا؟ لا ما اعرف. انت ايش بيك واقف هيك عوالك فقير هندي؟ روح اقعد ابوك اكبر ده حبيبي. لا قلبك لا ما اعرف. الالوان اسحاق نيوتن. باوع هو انا قلت لك اسحاق نيوتن. واحد بسرعه احسب للخمسه. واحد يلا. من قلت له احبك تذكر الرد؟ قلت لك ايش وقت؟ ما قلت لك ايش قد لين صارت لعبرة وقبلك هواي يحب بس بالبداية وتالي يبرد. طلع قلبك قطار يودي ويجي، تنزل ناس منا وناس تصعد، ما يترس عيونك واحد ايش بيه، مجموعة تحبهم صاروا شيء. الله منو يرده؟ رده؟ لا والله ما لقيت حافظ. الله شاهد غني حافظ بس مو يعني شعر. يلا شنو العش حافظ؟ يعني شيء شلون على الحب؟ على الله على الحب ابو الحب بس يعني... على اللي صوتك ارد اسمع. يلا على الكاميرا يلا. يقول انت اللي حركت البحر من بعد سكته، وانت جاوبت السؤال اللي ما عرفته، وانت خليت النجم بعيوني يلتم. ترى والله مو هين النجم بعيوني يلتم، يا جميله بكل غصن وجهك رسمته. الله غني لي. ما اعرف اغني. تعرف؟ لا. ها؟ لا ابد؟ ابد. تمام. 13 على يا براسك. ها شلون قهر وتفي عندك؟ راح تعال انا اطق ظهري راح اعطيك احسب لك من واحد للخمسة. اكو شو الحمص؟ شو الماعون الحمص؟ شو الماعون؟ شو الماعون؟ ايش بيك؟ لا مو هذا، ذاك طول خاشوقه. لا ما اريد خاشوقه. يلا شغل لي ايدك. اي احسب لك اعطي ايش قلت؟ كم دقيقه لو اقل دقيقه؟ دقيقه اي بيدك. لا ما لها لا ما لها دخل ما لها دخل ما لها دخل. باو انت هسه شنو نصهم؟ انت شنو نصهم الاخير بالهديه؟ والهديه ترك زين. منو بيكم يسويها حتى اخذه؟ انت تسويها ترى الهديه. الهديه ترى باو انت باو الهديه فوتك. تاكل بيدك عمي ماشي راح اخليكم تسابقون. تسابقوا يا ها اي طيب ازم هذيك بيدك. لا ازم طيها له لك. يلا له له ماكو خاشوقه. طيها له طيها له دقيقه. ها لو طيها له انا قلت لك الهديه. ها قوم واقف في ناتكم. دينا دهل كافتري. هل شنو؟ كافتريات. قوم واقف. قوم واقف. يلا قول. ها لو طيها له. انت اوكي بسرعة عندي وقت. عندي جري لو لا. ماكو ازم طيها. ها اخذها طيها له. نبلش. قوم واقف في ناتكم. تعال ارجع لي ورا. من الهدية؟ من الهدية؟ وهالهدية مقدمة من شركة بيزلاين. تفضل تستاهل. حياك الله مبروك عليكم. حياكم الله شباب. أول شيء خمضوا شتو؟ زين القعدة شلونها بالمطعم؟ زين الأكل شلونه؟ المقبلات شلونه؟ صباح العربي شلونه؟ صباح العربي هناك بالكرادة. زين إيه
ها اجينا جيتوا لهنا وصلنا هو قاعد هناك هسه راح نروح له عباركم هنعوفه لا ما راح اعوفه. مشاهدينا الكرام انتقل وياكم الى الفقره الرابعه من برنامج جرهم كلش وهي يا فقره ما تعرف يا فقره ها مصطلحات عراقيه بدال دفاتر عتيقه مصطلحات عراقيه ابقوا وياي. مشاهدين الكرام مصطلحات عراقيه بدال دفاتر عتيقه طبعا شوي صار تغيير راح نشوف ان اليوم من راح يجاوب على المصطلحات العراقيه. تحبون نروح منك لو نروح من هنا منك ايش ما افطر منا السلام عليكم شلون الصحه عساكم بخير وين رايح صباح شلونك تعال امي تعال تعال صباح تعال 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 صباح تعال شلونك صباح الله يستر شخبارك تعال شباب يمي تعال صباح تعال تعال شباب قوموا قوموا عفوا الشاي تعالوا هنا تعالوا جيبوا اليوم اثنيناتهم شلونك اول شيء الحمد لله شخبارك والله شنو هذا جاهز بيناتنا طنيا اذا دشت صباح اول شيء شدوا صدق ما ينزلون كلهم كلهم ينزلون لا ما راح ادوسه يا جهاز بعوا لي على الكاميرات افتحوا لي مجال الصباح يعني هاي الاداره زين صباحي انا اي عادي المجازه وقف الاداره هو نازل هسه هاك الجهاز الاسم بالخير علي كابتن علي حياك الله تابع البرنامج ان شاء الله شو رايك بالبرنامج والله حلو فقراته جميله يعني اليوم كسرنا لطيف كلش اليوم كسرنا فول اليوم فول فول الاسم بالخير عباس عباس الكاشير نعم السلام عليكم السلام اسم باسم 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 شنو شغلك انا مهندس ديكور سويت الديكور مال المطعم هذا كله شغلك انا احييك على هاي الايد الحلوه وعلى هاي العيون الحلوه والشيء اللي اشتغلت عاشت ايديك يا اخي بس هو ما اخذ فلوس هنا مصطفى مصطفى شنو شغلك ضابط مهندس 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 ما شنو شركه ثانيه مهندس في ابو عبد الله شركه فلوس مين تاخذها نفع عبد الله فاول انت خشمك فاول صحيح شو اسمك مهند مهند شو شغلك كهربائي تلحق على المولد من انطفت ما طفش وطنيه جدي صباح العربي حياك الله شلونك يحفظك شو اخبارك يسلمك الله يكرمك صباح العربي انت معروف بالمشاوي وال تشاريب والقوسي زين هنا عندنا ضعيف شو اسوي له؟ يضرب تشريب قبله قبلك تصوير واستاذ عمر عندنا صعبات لك تنحيف صباح العربي اليوم طبعا ما شاء الله المطعم كلش حلو ديكوره حلو رائع كل الموجودين اليوم متونسين يتعنون عليك من الكرادة مطعمك هناك إلى المنصور ماشي عف التليفون لا تضوجني عف التليفون يم العالة يم العالة يقول لي عف الموضوع طبت عالة ليه حاول نبدي بالأسئلة مو نبدي بالأسئلة السؤال الأول ما معنى أول شيء قلت لي من العظمين من الكسرة ما معنى كلمة أغاتي ما أعرف أغاتي ما أعرف شلونك اغاتي ما اعرف لا حوضح لكم اياها من يعرفه من عندكم اي يعني شلون اقول لك بعد ما اسالك ولا سؤال اي خليني واقف بس واقف رحمه على امك زين يعني اذا اجيب لك معون اكل تاكله لا سبعان ماشي ها يعني كلمه ترحيب هي يعني شلون نقول ترحيب بي اغاتي يعني احترام الى هيك شيء تقريبا وين ترجع اصلها بعيد عن العراق اطلع خارج العراق طلعنا يعني نقول تركيا تقول تركيا تقول تصبح لا صباح ما اعرف والله صباح والله ما اعرف القوزي كم نوع ماشي تمام تركيا جوابك كان صحيح السؤال الثاني ما معنى كلمه رازونه
طي مجال. الفتحة احنا نسميها يعني عندنا الطاقة. شنو هي؟ الطاقة. هي الفتحة يعني شلون قبل كان عندهم محلات فتح لها فتحة صغيرة طلاقة او رازونة او طاقة، هي عندها ثلاث تسميات تقريبا. مقتنع يصور يبوع فوق؟ يعني فتحة مع شباك صغيرة. مع شباك. نعم. تمام. رازونة مو يعني نقول مو فتحة مع شباك، شيء صغير فنقول شيء شلون نقول بالركن مال الغرفة او فشي رازونة يسموه، شيء بكان صغير يخلوه بحاجة. بحاجة؟ يعني اي شيء يقول رازونة. راح اعوفك. اوف الرازونة. شو تريد؟ بس قول لي شو تريد؟ قلقتني. نفس الشيء هي الفتحة الصغيرة. ها؟ ما معنى الرازونة؟ جاوب. اي اعرف. شنو؟ حافة الشباك البارزة. نفس الجواب، حافة الشباك البارزة. ما اعرف. صباح. نفس الجواب. نفس الجواب؟ شو تريد؟ شو تريد؟ أجابك؟ البازة. شنو؟ طين فاضة، طين فاضة، طين فاضة. نفس الجواب الفتحة البارزة. نعم. صباح، لأنه إنه هو كادرك، منو بيهم يغني؟ أنت قل. تعال أبو عبد الله، تعال تعال. ما يصير. غير أبو عبد الله. غير مصطفى. بعد. اليوم واحد لا احكي لك الصدق، تريد اليوم كان فاتح جهاز وينادي علي يغني لي، كان يسمع قال اسمع صوت. طيني الجهاز، طيني الجهاز. هاك هذا الجهاز، اعتبره اليوم اللي سويته انت. تفضل تفضل. ناديت علي. اي شلون ناديت بيا طريق؟ يلا يلا اخلي بطلك. رد يسافر من ضمن الشركه مال كادر ابو عبد الله ستايل ماكس. وما تريد تغني؟ يلا شغلني عيد جهاز. شلون ناديت عليه اليوم؟ رد يسافر. اي حتى جانا واحد من كادر قال هذا الجهاز يمكن شبك ويا المطار. قلت له يلا انا فوق، قلت له الى المسافر عباس التمي يرجع التوجه للبوابه رقم 7. شو المطر بغداد ترى؟ غني. لا مو انا غني. غني ما اعرف. لا هو عباس انا دام على الكاشر يغني. حتغني له؟ باو. اللي راح يختاره صباح هسه وعيب يرده يغني. من بيت تختار يغني؟ عيب يرده. عيب يرده. يلا صباح اختار. مصطفى. تعال مصطفى عيب ترده. تعال مصطفى. شلونك مصطفى؟ حياك الله. تعال من مصطفى. تعال غني. تعال مصطفى. ايش قد عندي؟ دقيقة؟ مصطفى عندي دقيقة. هاي دقيقة. حياك الله. حبيب. شنو شغلك بالمطعم؟ مدير الأقسام. مدير شنو؟ قسم الساخن والحلويات وال عندكم حلويات؟ أقول تفضل. تعال قرب. أطربني. أي أغنية أنت ببالك؟ يلا قرب المايك بسرعة، عندي دقيقة. واحد. اثنين. هاي المهند. يا مهند. المهند لو لا المهند يلا استمر. المهند هو راح يبطلوه. راح شنو؟ راح يبطلوه حبيبي. لا لا هيك انا ازعل. لا راح يبطلوه بعد. هاي احترق فيني. يلا روح روح. الله 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 وياك. الله 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 وياك. هذا هو؟ هاي الغني. تغني عيني غني. لا هذا هو. غني. ما عندي صوت غني. يغني لو لا؟ لا يغني. مقطع صغير. المشكلة ما حافظ اغنية. دائما هاي مال اليسا دائما تغنيها متوقفني. يا شنو اليسا؟ ما اعرف. علاقتي مو قوي بها. بس خليني اذكرك بهذ اغنية يعني. والله واحد اثنين اربعة. يلا. وين تريد يا مهاجر؟ قل لي باي بلد صاير؟ اشوفك وين يا مهاجر؟ اشوفك وين؟ طرن. طرن. صباح العربي طيني هالهديتين. طيني هديه الاخ. هاي هديتين مقدمه من شركه بيزلاين. هديه تتفضلها انت. حياك الله.
وهدية واحدة أنت تختار من الموجودين. أنا يبالي دخل حتى يتعاركون وياك. المهم تطيها. راح تخليني موقف ما أعرف. ليش خلوا أني؟ يلا. عندك هنا الشباب كلهم خذت التهدية والأخ المهم تطيها. المهم تطيها ما أعرف. خلينا لو بعد. عدنا بعد عدنا بعد عدنا شباب يلا. طبعا ابو عبد الله هذا المالات يمه والديكار طبعا كل واحد ياخذ شغله انت اكو شغله تفيدك تعرف شنو هي؟ خليها بخشمك. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى اخر فقره من برنامج جرهم كلش وهي فقره انجح واربح. فقط انجح واربح راح نخلي صباح يختار شباب اثنين راح يسابقون على اكله لكن الاكله راح تكون حارة وبيها شطة ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى ختام برنامج يرهم كلش لكن قبل لا نختم الفقرة الاخيرة هي انجح واربح. شباب اثنين راح واحد يتحدث ثاني على هذا الطبق واليوم التقينا بأرقى وأجمل شيف قدم كثير من البرامج على عدة قنوات عراقية الشيف محمد السوادي. حياك الله محمد. حبيبي أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك حبيبي. شفناك قاعد هنا جبرناك تقوم. الله يخليك الله يسلمك. شلونك حمودي؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. ضعفان؟ اي والكاميرا تكبر؟ لا دايت شوي. دايت؟ علي شيف المفروض تسمع. شو اخبارك محمد؟ والله الحمد لله. شلون الحمد لله ما شغلك شلون؟ ماشي الحمد لله الحمد ماشي؟ الحمد لله. اكو جديد ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني ننتظر رمضان؟ ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي محمد اليوم جبناك عندك شباب واحد هنا وزنه 210 ما شاء الله وهنا الى الله هاي الاكله برايك قبل كل شيء من اللي راح يفوز بهاي الاكله؟ والله تعتمد عليهم هم يعني. انت عوفك من السمن؟ جزء ضعيف؟ لا مو شغلة سن، اكو واحد متعلم على السبايس واكو واحد متعلم على السبايس. زين برايك؟ ما اعرف بعدين نشوف. زين تعرفت الاكله شنو بيها؟ شو حنخلي بيها؟ سبايس؟ سبايس. ما راح ادير انا السبايس. راح اديره انت. هو والدك تدمرهم. ماشي؟ طبعا الاكله بيها سبايس، هذا هاي الشطه. تفضل يا محمد. كلهم سوا، من اقول لك اقطع اقطع، دير. كلها 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 بدون استثناء دير دير من اقول لك اقطع اقطع دير اي بعد بعد دي هو هو اها تمام ابدي هنا اما انتقم من عنده خطيه مصطفى صديقك هناك 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 اها تمام هسه ترى صارت هوايه هناك ولا اي هنا زايده اي باوع اي باع الريحة ما شطة جاهزي شو اسمك؟ مصطفى مصطفى؟ حسن حسن محمد أنت تحكم ماشي؟ راح نبدي بليد شلهت؟ خسران؟ تتحدى؟ تتحدى ما توقف؟ ما أوقف تتحدى؟ تتحدى ما توقف؟ ما أوقف اليرموك اقرب شيء واحد اثنين ثلاثة من سولف انا ومحمد اي محمد والله هذا مبين اقوى صدق؟ والله دي يسوي؟ لا يبلع ما ياكل يبلع بدي ياكل هلا عندكم عندكم دقيقة مو دقيقة محمد؟ اي دقيقة ترى دقيقة لا لا هنا تعال صباح امي تعال تعال صباح تعال صباح صباح منو راح يفوز؟ خلص يفوز كل الماعون كله يلا 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 لا عشاء لا ماكو عشاء بعد ليش باوع عليه ليش باوع عليه؟ عوفه عوفه هو مستمر عوفه يلا استمر يلا خلص بعده بعده
ها شنو هاي؟ كملها. اي محمد يقول لك كملها هاي. هاك هاك كان بدي هاك هاك. اي كمل. استسلم ها. انسحبت؟ انسحبت؟ كمل الطبق. ولك جوعان شنو بابا ما مغديك ما معشيك؟ يلا كمل كمل. اي اي. هسه العوفه هاي الصفحه دي كمل على الصفحه الاخ. مجمعها مجمعها. ها زين بس دقيقة حار لك الحار؟ هو اللي يقول لا انا شنو دخل؟ حار؟ شلون تجيب العم هذا؟ حمي صحتك. ما اسوي له هيك انه هو بس دقيقة كمل؟ هو اللي يقول اكمل. جوعان خطية جوعان. ها عرق طبعا عرق عرقت؟ ماكو اصلا عيونه صارت حمراء. ها بيدك فيات بفيات. هي استمر استمر. ها امسح بيها حبي يقدر. لو دار الصوتية انتهت يمكن. طبعا مشاهدين الكرام طبعا الاجواء كلش حلوه اليوم كانت بصباح العربي واكيد اليوم شفنا اجمل وارق شيف هو شيف محمد سوادي. طبعا شكرا لكل اللي شاركوا ويا اليوم في برنامج جيرهم كلش. شكرا شباب وحياكم الله. شكرا للمهندس شكرا للمصمم الراقي شكرا استاذ الصباح شكرا محمد. تبارك ما مخلص انت استمر استمر ما نختم. ايه لفها اشيل هاي لفها. ما كيجي. شكرا لكل عوائلنا العراقيين اللي شاركوا اليوم وياي برنامج جرهم كلش. شكرا الى شركة بيزلاين وازيائي مقدمة من ازياء الافندي مجاور مول المنصور وماكسيمول. ها بعدين سويها لفها لفها حتى اختم وياك حتى استاذ محمد يقول لك كل من الهدية. انتهي بعد ميك اقعد خليك قاعد. استاذ محمد مين فاز برايك يعني طبيعي. زين او دي سوي شو لا خطيه الجيب حار الشط. لا لا بس متاكد دقيقه يعني بنجلاديش شنو بنجلاديش مهرب. اعطيني الهديه اعطيني الهديه. اول شيء هاي الهديه الاستاذ محمد حياك الله. والهديه الثانيه هي تستاهلها انت. والهديه الثالثه يعني بعني حار بينكم فيناتكم وشون يعني هسه تتبرع مالك واحد تتبرع بيها تتبرع مالك كلكم تتبرع. تعال اعطيني هاي الهديه. تعال يا امي شو اسمك ابو القاط انت فاكم القاط انت هديتك تاخذها من صباح العربي. تفضل علي حياك الله. انت باوع ها كنت تسوي ايش بيك جيبوا لهم مي هسه. شكرا صار قريسه عندك هنا. متاكد هسه ياخذوا كل المستشفى؟ لا لا ما يحتاج. لا سبع والله والله لا حيخليك هسه لا حتطوروه حتنقلوه من هاي المرحله لها مرحله. هو هاي اخر مرحله وبعدها اخر مرحله؟ ايه انت استاذ صباح حبيبي هو كابتن مو؟ لا ويتر ويتر ايه راح ترفع شويه؟ كورترال راح ترفع شويه؟ لا هو السبع مرتب. ربع شتري حطاك درع. استاذ محمد شكرا لك شرفت بي حبيبي حبيبي جيتك وبطيبتك. طبعا انا واحد من الناس كلش احبك واعزك واحب اكلاتك واحبك من تروح للناس الفقيره. شكرا يا غالي الله يسلمك الله يخليك. من نجاح لنجاح وتوافق. اشكرك اشكرك انا سالم حياك الله حبيبي انا سالم. صباح حبيبي ان شاء الله من نجاح الى نجاح يحفظك مطعمك يوفقك توفيق الله يوفقك ان شاء الله انت وكادرك هذا الجميل وهالعوائل الطيبه. طبعا دائما يقولوا لي انت دائما تلتقي بالمولات وتشارك بس ويا البنات لكن احنا اليوم شاركنا ويا بنات لا بس شباب بس شباب كلهم جو علي الحمد لله وشكرا حياك الله وشرفت بيك عمر انت حياك الله حياك الله. مشاهدين الكرام شكرا لكم شكرا لك صهيب شتري الصهيب شكرا عمر شكرا صهيب شكرا علي القصاب. وانتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامج يرهم كلش. ابو عبد الله حياك الله ممدون اليك تحياتي اليك يا راقي يا مصمم راقي والجميل تحياتي اليك بس الوقفك الوقفك والسبايسي حياك الله.
انتظرونا يوم الجمعة الساعة 10 ليلاً على قناة سامر الفضائية، برنامج جرام كلش مع خطاب القصاب. أودعناكم.